لمن يسأل عن الخوف من الموت وكثرة ذلك. طبعاً قد يجد الإنسان خوف من الموت، لكن هناك خوف محمود ومذموم. فالخوف المحمود الذي يدفعك على عمل الصالحات والبعد عن المعاصي والمنكرات هذا طبيعي، وهذا هو المفترض يكون من المؤمن. والخوف المذموم هو الذي لا يدفع صاحبه إلى عمل الصالحات وترك المنكرات والمعاصي والتوبة، بل قد يصل به الحال إلى الوسوسة القهرية. الله سبحانه وتعالى قال إنك ميت وإنهم ميتون، فالموت حق. وقال جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم أحبب من شئت فإنك مفارقه. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة الحدباء محموله. هذا شيء لا بد منه، لكن ما هو الواجب؟ الواجب أني أقدم لهذه اللحظة، ولا يكون شغلي أني أنا بموت وبموت وبموت، كل الناس بتموت، لكن قدم لهذا. ولا شك أن كل واحد لو جاءه الموت الآن إذا كان على معصية تاب حتى لو كان صالح أراد أن يزداد صلاحا، هذا شيء طبيعي. وفي الغالب تجد أن من تصل فيه المرحلة الوسوسة القهرية تجد أنه على حاله لم يتغير وبقى على معصيه وقد يزداد على ذلك. فالآن عندك أمرين، إذا أنت تستطيع الآن تسيطر على نفسك من ناحية هذه الخواطر التي تردك باستمرار وتتعود من الشيطان وتقدم إلى هذه اللحظة، تنشغل بما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى ولا تنشغل في الموت وأنه سيأتي وكذا وكذا، لكن تقدم لهذه اللحظة وهو الموت. لكن إذا كان الأمر وصل بك إلى مراحل إلى درجة الوسواس القهري الفوبيا كذا، فما في مانع أن تذهب إلى طبيب نفساني، لأن النفس تمرض كما أن الجسد يمرض، فما في شيء أنك تعالج هذا، خاصة أن مثل بعض هذه الحالات تحتاج دكتور نفساني يجلس معك أكثر من جلسة، وهو بإذن الله سيكون عونا لك بعد الله سبحانه وتعالى.